النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم خلال اليومين القادمين. آخر صور الأقمار الاصطناعية أشارت إلى وجود بعض السحب والغيوم قادمة من شمال الأراضي المصرية، وأخرى تلك محلية تشكلت خلال ساعات عصر اليوم فوق بعض من أجزاء المملكة. هذا ناتج عن بداية تأثر هذه المنطقة المملكة وسائر دول شرق البحر الأبيض المتوسط بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعتبر متأخرة بعض الشيء لمثل هذا الوقت من العام. يعود ذلك السبب بسبب وجود يعني تلاقي لكتتين هوائيتين مختلفتين في خصائص درجات الحرارة. الأولى بالقرب من سطح الأرض، كما تلاحظون درجات الحرارة الداكنة والحمراء الداكنة تنم عن وجود كتلة هوائية حارة في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض، وأخرى باللون الأصفر ذات درجات حرارة أقل من المعدلات. يتوقع غدا الأحد بمشيئة الله تعالى اندفاع كتلة هوائية حارة باتجاه المنطقة الشرقية تحديدا من الأردن، ووجود ارتفاع واضح درجات حرارة في هذه المناطق، وسيتلاقى ذلك مع وجود اندفاع لهواء بارد قادم من الغرب وآخر موجود في طبقات الجو العليا، مما سيعمل على تأثر بعض مناطق المملكة غدا بحالة من عدم الاستقرار الجوي. لكن يوم الاثنين تنتهي الأحوال الجوية غير المستقرة، ولكن يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نتيجة عبور هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة التي هي أقل من المعدلات أجواء المملكة، مما سيعمل على وجود انخفاض درجات الحرارة، ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة دون المعدلات المعتادة لمنتصف شهر حزيران بمشيئة الله تعالى. هذه هي درجات الحرارة في طبقات الجو العليا، والتي نستطيع أن نرى عبر هذه الألوان وجود كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد في طبقات الجو العليا تعبر المملكة اعتبارا من ساعات مساء هذا اليوم ونهار يوم غد. تلاقي هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأبرد في طبقات الجو العليا وأخرى في طبقات الجو السفلى لكنها حارة، سيعمل على نشوء حالة عدم الاستقرار الجوي. ويوم الثلاثاء يوم الاثنين تبتعد ويبتعد كل هذا الهواء البارد في طبقات الجو العليا مبتعدا عن المملكة، مما سيعني أن الأجواء ستستقر يوم الاثنين ولكن مع انخفاض على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. توقعات النماذج الحاسوبية لأماكن وفرص هطول الأمطار الرعدية أو الأمطار المحلية بشكل عام، غدا اعتبارا من ساعات الصباح تكون الفرصة مع ساعات الصباح الباكر، وخلال ساعات الفجر هناك فرصة لأن تنشأ بعض السحب الركامية الرعدية التي قد تكون ممطرة في أجزاء من يعني المناطق البادية والمناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. طبيعة هذه الزخات هي زخات ذات عشوائية الطابع، يعني تكون محلية وعشوائية الطابع، لا يستبعد أن تكون أحيانا مصحوبة مع حدوث العواصف الرعدية، وبالتالي ربما في بعض المناطق تكون بعض من هذه الزخات غزيرة ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة. خلال ساعات النهار نهار الأحد تنتشر وتتوسع الأحوال الجوية غير المستقرة، تمتد بعض الشيء إلى الغرب والجنوب الغربي، وبالتالي هناك فرص لبعض الأمطار قد تطال حتى العاصمة عمان خلال ساعات النهار وبشكل عشوائي، ولكن تتركز أو التركيز الأكبر لهذه الأحوال الجوية غير المستقرة هو في المناطق الشرقية من المملكة. هناك يمكن أن تحدث حتى جريان الأودية وتشكل السيول في حين كانت بعض من هذه الزخات غزيرة بمشيئة الله تعالى ولو لفترات زمنية مؤقتة، حتى أننا نستطيع أن نرى مع ساعات مع بعد ظهر يوم غد تكون تقريبا معظم مناطق جنوب وشرق المملكة تحت تأثير فرص لهطول زخات محلية ربما تكون رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى، وتستمر هذه الأمطار بالتحرك شرقا لكنها تتركز بشكل كبير في المناطق الشرقية بمشيئة الله تعالى، ومع دخولنا مع ساعات الليل تضعف تدريجيا فرص الهطول، حتى أننا مع دخولنا مع أولى ساعات نهار يوم الاثنين تكون فرص الأمطار قد تقريبا انعدمت في أغلب مناطق المملكة وبدأ الانخفاض السريع على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. في العودة وبالعودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، القسم الأول من هذه الليلة الأجواء غالبا صافية، درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 18 درجة مئوية، وبالتالي
ربما تكون بعض الشيء مائل للبرودة ولكن في نطاقات أقل مما كانت عليه. خلال ساعات الليلة الماضية تتكاثر السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في ساعات ما بعد منتصف الليل وساعات الفجر، وتتهيأ حينها فرص لبعض الأمطار المحلية التي قد يصحبها الرعد في بعض الأجزاء خاصة الجنوبية والشرقية من المملكة. أما نهار يوم غد يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بالمقارنة مع ما كانت عليه هذا اليوم. يكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق لكن تظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية وعلى ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة كما ذكرنا لهطول زخات محلية من الأمطار في المناطق الجنوبية والشرقية على وجه التحديد، ربما تطال بعض المناطق الأخرى. هذه الزخات ربما تكون يعني في بعض النطاقات الجغرافية غزيرة ولفترات مؤقتة وتكون مترافقة مع حدوث الرعد أحيانا، وبسبب طبيعة هذه الأمطار يخشى أحيانا من جريان الأودية وتشكل السيول سيما في المناطق الشرقية من المملكة. غدا الرياح تكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة لكنها تنشط بشكل لافت في ساعات ما بعد الظهر، وتصبح يعني مصحوبة بهبات قوية في المناطق الشرقية من المملكة، مما قد يعمل على إثارة الأتربة والرمال وحدوث بعض الموجات الغبارية في تلك المناطق. نستعرض الآن سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. نبدأها شمالا من إربد 28 إلى 15، في عجلون من 26 إلى 13، في جرش 28 إلى 15، وفي المفرق من 29 إلى 15 درجة مئوية. المناطق الوسطى فرص للأمطار حاضرة بها كما ذكرنا، في مأدبة من 28 إلى 15، في البحر الميت من 35 إلى 22، في العاصمة غدا تسجل 26 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 16 درجة مئوية. تكون في السلط من 28 إلى 16، وفي الزرقاء من 29 إلى 17 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة فرص الأمطار لكنها قد تكون رعدية في تلك المناطق خاصة في البادية، الكرك 25 إلى 13، في الطفيلة من 27 إلى 14، في معان من 30 إلى 18، في الشراء من 26 إلى 14، في حين تكون في خليج العقبة 39 درجة مئوية العظمى غدا والصغرى 23، والفرص مهيئة لأن نرى بعض الزخات المحلية من الأمطار هناك. المناطق الشرقية وهي الأكثر تأثراً بهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع أن يكون الطقس بها غداً غالباً غائم، زخات محلية رعدية من الأمطار على فترات وهبوب لرياح نشطة التي قد تكون بدورها مثيرة لموجات غبارية. تسجل في الرويشد 34 إلى 18، في الصفاوي 33 إلى 16، وفي الأزرق من 34 إلى 18 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، إذن 26 إلى 16 يوم الأحد مع فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار. يوم الاثنين الأجواء تكون مستقرة، تظهر بعض السحب والغيوم في ساعات الصباح الغيوم المنخفضة، ولكن الأجواء تكون مائلة للبرودة في ساعات الليل 26 إلى 16، ويطرأ ارتفاع لكنه قليل على درجات الحرارة. يوم الثلاثاء تقترب من جديد من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وتكون العظمى 28 درجة مئوية في ساعات النهار، في حين تنخفض الصغرى ليلة الثلاثاء على الأربعاء إلى 19 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. طبعا يمكنكم متابعة النشرة الجوية الأسبوعية لمعرفة الأحوال الجوية المتوقعة ككل يوما بيوم خلال بقية أيام هذا الأسبوع. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.